بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان ولا عدوان على إلا على اللئام. والله أكبر. ألم نستعوذ؟ وإن كان ربي يقول سبحانه ما أحكم كلامه، وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمن. احنا كنا نحرس بكم بعيوننا بأذاننا بكل كياننا ونمنعكم من المؤمن. ظلوا المؤمنين نهدوا لهم معنوياتهم، نظلهم كل ما الجماعه راهي في الجهه الفلانيه حتى تولي وتلثوا ويجيكم التعب، وقت اللي يجي يلتقي الجماعه ربما تخسر لانه صدقت المنافقين. احنا لا نصدقهم ابدا، احنا دائما بالمرصاد ضد هؤلاء الأعداء اللي قام ونمنعكم. قالوا المنافقين قالوا الكافرين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. هذا ماشي الكلام يقول فيه ما عنده حتى أساس من الصحة، والله حكمي سيبين الحقيقة هناك لكي احنا نزيد صدورنا تطمئن إلى ربنا، وزيد شكرا ليه يزيد حماسة وحيوية وهلمجة. فالله يحكم بينهم. شوف كيفاش يختم الآية الكريمة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن نجعل نجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا. نحي من بالك وبعد يقول للمنافقين خادعون الله وهو خادعهم. ما نجمش تخادع ربك، اون با فير سا. الله هو باترون، هو السيد، لا يغيب عنه شيء، هو بصير بكل شيء، رقيب على كل شيء، وحاسب بكل شيء. اللي مش يكون مسؤول يوم القيامة فالله سيحاسبه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا هذه الآية اللي حاجت بها أنا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لازلي كسالى يراؤون الناس، يعني منافقين يراؤون ولا يذكرون الله إلا قليل قليل، وإن يذكر ربي هكذا شوية وغفلة شوية يرجو الحضور بين الله، ولكن لقلب طرفة عين بعد يرجو ترجع الأمور كما كانت عليه من نفاق الذي لا يمكن أن يتجم من ورائه أي خير. نسأل الله السلام.